مختلفه عن اي عيد تاني. هل احنا الشعب الوحيد اللي كده في العالم ولا في شعوب زينا؟ طيب الشعوب اللي زينا عندهم كم الاعياد دي، مسلمين ومسيحيين ويهود وكل الاديان السماويه او غير السماويه؟ هل كل الناس بتحتفل او رابطه احتفالاتها باكل وشرب زينا؟ هل كل الناس بتحتفل بنفس طرق الاحتفال اللي احنا بنحتفل بيها في مصر المحروسه؟ تاريخيا كل ده واكتر المفروض هنتعرف عليه من خلال لقائنا الاسبوعي مع الاستاذ بسام الشماع، دكتور بسام الشماع الباحث في المصريات وعضو الجمعيه المصريه التاريخيه. صباح الخير وكل عام وحضرتك وحبايبك وجيرانك واصحابك واصدقائك واسرتك كلها بخير يا رب. ربنا يبارك لك يا رب، وخليني بقى ابارك لجميع الامه ولجميع المصريين العظام ولكم في اذاعتنا الجميله، واقول لكم ويب نفر رامبت ويب، ودي بقى تحيه نفر تحيه بقى هيروغليفيه ويب بالفعل كثرت نقط ويب نفر رامبت نفر رامبت، وبرضو الباء هنا باء بثلاث نقط. ويب كلمة هيروغليفية بمعنى افتتاحية، تفتتح حاجة تبتدي حاجة يبقى ويب. نفر طبعا كلمة شهيرة عندنا في مصر القديمة، ربما هي أشهر كلمة عند كل الناس نفر، عشان عندنا ملك اسمها نفرتهيتي، عندنا ملك اسمها نفرتهيري اللي احنا خطأ من زمان نفرتهيري. كلمة نفر هنا كلمة بمعنى جمال، طيب حسن جيد كل دي معناها نفر. يبقى افتتاحية طيبة او افتتاحية جميلة او افتتاحية حسنة لإيه؟ للرامبت. رامبت يعني سنة. يبقى افتتاحية طيبة للسنة. هي دي كل سنة وانت طيب اللي المصر القديم استخدمها وكتبها ونحتها بالمناسبة، وحطها معاه كمان في المقابر على حياة أخرى علشان تبقى في افتتاحية لحياته جديدة سنة جديدة. أما السنة الجديدة عند المصري القديم كانت يوم 19 يوليو، يعني احنا قربنا اهو. يعني احنا قربنا على كل سنة وانت طيب بقى بتاعت السنة الجديدة بتاعت المصري القديم. 19 دي كانت بداية وصول الفيضان إلى المصر القديم، كان هو بالنسبة له وصول الفيضان معناها وصول مية ووصول طين وغرجن والحاجات الجميلة بتاعت الخصوبة الأرض دي. فقال لك الأرض سوف تبعث، الأرض سوف تولد من جديد بهذه الخصوبة وهذه المياه وهذا الري الجميل الفيضان، فبالتالي كمان السنة هتولد من جديد. فحط في التقويم الفلكي العبقري بتاعه اللي بدون مبالغة ما زال العالم كله يشكره عليه لحد دلوقتي، لأن أنت لو بصيت على التقويم المصري القديم هتلاقي إن هو أول من وضع 360 يوما في السنة. بعدين راح حاطط خمس أيام زيادة لما لقى إن 360 يوم دول بيعملوا مشاكل وبيعملوا لخبطة في المواعيد وفي التقويمات. فأضاف، لأن إحنا عندنا حاجة في التاريخ اسمها ترايل أند إيرور اللي هي التجربة والخطأ. فزود خمس أيام وخلاهم الخمس أيام بتوع إيزيس وأوزوريس وسيت وتنفيس وحورس. ليه؟ علشان يبقى لها الصبغة المعبدية الدينية، يعني تبع المعبد. طيب وخمس أيام 365 يوم. وبعد كده في عصور البطالمة وربما بطالمس الثالث في محافظة البحيرة العظيمة تم اكتشاف لوحة في منطقة اسمها كوم الحصن. اللوحة دي هي فيها نص هو الأول في العالم، اسمعوا دي يا مصريين، هي الأول في العالم هذا النص الذي يثبت تدشين فكرة 365 يوم وربع. تخيل بقى الدقة فين الكلام ده، في لوحة كوم الحصن، لوحة 2 متر 22 سم ارتفاع معمولة من الحجر الجيري. ما ترجع لأيام الحاكم الإغريقي البطلمي اللي هم كانوا بيتمصروا بالمناسبة، يعني حتى اليونان لما جم وحكموا من الإسكندرية ومن المناطق دي تمصروا بشكل عجيب جدا. فهذه اللوحة بالمناسبة يا جماعة للناس اللي في الأجازات الجميلة بقى والأعياد الجميلة والفرحة الجميلة، حكي أنا بدعوكم كلكم تروحوا للمتحف المصري بالتحرير علشان في سيناريو عرض جديد هتشوفوه. يعني اللي شاف المتحف المصري في التحرير من 6 شهور يروح دلوقتي، يروح اليومين دول
ايه الاختلاف مثلا؟ هيلاقي سيناريو جديد للعرض، هيلاقي فيه كثير من المساحات بقى موجود. تمام، اللي كنا بنشتكي من ان التماثيل كلها كانت جنب بعضيها، متراصة بالظبط، بالظبط كده، متراصة وزحمة ومكتظة وحاجات كده. لا دلوقتي في اماكن كتيرة بدأت القصة يبقى فيها مساحات حلوة. هتجد اول ما هتخش من المدخل، اول ما هتخش هتلاقي على يمينك في لوحة بيضاء سميكة مكتوب عليها بالهيروغليف وفيها مناظر منحوتة وفيها شمس مجنحة في قمتها، هتلاقي تجري زي شمس وطالع منها جناحين. هي دي جنب المستنسخ بتاع لوحة رشيد الحجرية. وبالمناسبة برضو احنا في الشهر اللي بنحتفل بيه بلوحة رشيد الحجرية، واضح ان يعني الشهر ده اللي احنا فيه دلوقتي والسنة دي فيها احتفاليات كتيرة ليها علاقة بمصر القديمة، زي ما بنحتفل بعيد الأضحى المبارك الجميل الرائع. وطبعا الاحتفاليات عامة والشخصية المصرية بجد لما تيجي ترصدها، واحد زي حالاتي كده بيرصد الشخصية المصرية بقى 40 سنة، تجد انها شخصية محبة جدا للسعادة والفرح. ودي فرصة على فكرة بالمناسبة ان احنا نصحح بس حتة ان المصر القديم مش طول النهار عمال يحنط، وطول النهار عمال ينحت في مقبرة، وطول النهار عمال يبني هرم. يعني الفكرة في ان الناس دي ما بتعملش حاجة غير انها بتفكر في الموت، فكرة دي فكرة خاطئة بامتياز. يعني ما الكلام ده غير صحيح بالمرة. هو كم الاحتفالات اللي بيحتفل بيه المصريين ما يقولش ان هو كده خالص. ده خالص خالص. يعني اذا كان هناك جينات، فالجينات دي جينات فرحة وسعادة. وعايز اقول لكم كمان ان في ايام الملك جحوتمس الثالث، اللي هو احنا بنسميه خطأ انتحطمس الثالث، هذا القائد الرهيب الرائع اللي انا بعتبره اهم واقوى حاكم في تاريخ مصر القديمة، والذي قاد الجيش المصري الى 17 معركة عسكرية انتصر فيها. يعني عامة انت لما بتيجي تدرس قادة في وجيوش في التاريخ القديم تلاقي مثلا ايه، مثلا كسب 5-6 معارك وانهزم في معركتين، مش عارف كسب معركة وتهزم في معركة، تلاقي هذا في اقوى جيوش العالم. لما تيجي تدرس وتذاكر بالادلة والوثائق والنصوص المنحوتة عن ال 17 معركة اللي قادهم جحوتمس الثالث او تحتمس الثالث بالجيش المصري في ال 1400 قبل الميلاد، يعني حوالي 3400 سنة مضت، انتصر في ال 17 معركة ورا بعض. مفيش كده، مفيش ليش عمل كده. انا عمال ابحث من ساعتها، عمال ابحث في الكتب وفي التواريخ او نقرا هنا او اقرا هنا لو اتيح لي ان يتحط قدامي حاجه زي كده عشان اشوف مين من حضارات العالم القديم عمل 17 معركه عسكريه ورا بعض تحت قياده قائد واحد مصري عظيم اسمه جحوتمس الثالث، ويفوز فيهم ال 17 منهم معركه مجدو اللي بتتذاكر لغايه دلوقتي في العالم وفي اكاديميات العالم. ودي بالمناسبه كانت اول معركه وكانت فيها الخداع الاستراتيجي اللي عمله جحوتمس الثالث، ودي نبقى نفرد لها ان شاء الله حلقه لوحدها. الراجل ده قال لنا ان كان فيه 54 عيد في السنه. 54 عيد؟ 400 سنوي. 54 عيد؟ 54 عيد في السنه في مصر القديمه 3400 وي سنه مضت. ما شاء الله. بعديها بكام، ده انا بديك فكره بقى الشخصيه عامله ازاي. بعديها بكام، بس خدوا بالكم مش كل ما عيد من دول اجازه. امال انجزوا الحضاره دي ازاي؟ هم كانوا بياخدوا اجازات بس. وبعدين عندنا في ايام رمسيس الثالث، يعني كام سنه بعد جحوتمس الثالث، كتب لنا نص في البر الغربي من الاقصر في معبد مدينه هابو، كتب لنا نص ان مصر بتحتفل ب60 عيد في السنة. يبقى ما بين جحوتمس الثالث ورمسيس الثالث في 6 أعياد اتزودوا. عارف فكرة زود أعيادنا اللي احنا بنغنيها هي احنا يا رب كتر أعيادنا كتر وعلى قد نيتنا ادينا. احنا بنكتر في أعيادنا فعلا لترلي حرفيا، وعلى أرض الواقع المصريين عملوا كده. أما بالنسبة سريعا بقى، لأن احنا بنتكلم برضو كعاداتنا وتقاليدنا الجميلة وإزاي إحنا بناكل في الأعياد، وعلى فكرة الأكل في الأعياد ده في العالم كله، مش في يعني أنا سافرت في حياتك هتلاقي التجميعة بتاعت الأكل دي موجودة
كعادة مع مجتمعات كثيرة، ومن طبعا المجتمع المصري القديم. ولذلك الحكيم قاعد مع ابنه بيقول له ازاي يعمل آداب المائدة، متخيل؟ فبيقول له اللي هو ازاي يقعد على المائدة او يعني ياكل ازاي. بيقول له اذا كنت واحدا من المدعوين الجالسين الى مائدة شخصية ارفع شأنا منك، واحد اكبر منك في السن، اكبر منك في العمل، اكبر له وظيفة كويسة انت بتشتغل، مديرك في الشغل، باباك، جدك، حد يكون ارفع شأنا منك، فتناول ما يعطيك عندما يقدم لك ذلك. هذه اول خطوة. كل اللي هيتحط قدامك، واحنا صغيرين زمان كانت تتقال لنا الكلمة دي لو تفتكر. انا كان يتقال كده، ما فيش حاجة اسمها تبص في اكل غيرك. بالزبط. ما تبصش في الطبق اللي جنبك. تاكل اللي بيتقدم لك قدامك. تملي كان بيتقال لك النصايح دي وانت رايح عند الضيوف، فاكر؟ طبعا. لما كنت اللي اتحط لك تاكله خلاص، اللي اتحط لك تاكله. ما فيش. فشوف دي نصيحة عجيبة من آلاف السنين، جدك كان بيقولها لابنه. فتناول ما يعطيك عندما يقدم لك ذلك. لا تنظر اثنين، لا تنظر إلى ما أمامه، ما تبصش على الأكل اللي قدامه هو. مش نظام بقى أنت بتاكل من هنا أنا عايز أبص، لا، بل إلى ما هو أمامك. تاكل اللي أمامك، تبص على، لا ترشقه بنظرات كثيرة. ثلاثة، شوف دي أداب مائدة من 3000 سنة. العالم كله كان عايش في الضلمة وكان عايش في الكهف فوق، وانت بتعمل أداب مائدة، يعني انت متخيل. وبعدين بيقول له ايه، دي بقى عجباني قوي دي، وبقولها في محاضراتي كمان، اضحك عندما يضحك. ايوه، لان انت ما تعرفش ظروفه ايه. افرض هو عنده حزن في البيت وانت مطهلم، ضحك. او افرض هو عنده مشكلة ما وانت مش واخد بالك ان انت بتعمل كده، اللي انت بتضحك وفرحان، لا، اضحك. لما تلاقيه هو بيضحك، اضحك. يبقى هنا دي ايه، برضو حاجة لطيفة جدا. ولذلك هتجد اخيرا عشان حتى تشاركوا المشاعر بتاعته. بالضبط. وانت بالضبط. سواء انت ضيف عنده او هو ضيف عندك في بيتك، يبقى في تبادل، يعني بتبقوا على طرف واحد، مش على انت في جبهة وهو في جبهة. بالضبط. مش انت في عالم وهو في عالم. ولذلك الكلام ده بتاع بيت حتت ده يا جماعة، ده كان حكيم. يعني ده يا جماعة فن الحياة، ده اللي انت بتسميه دلوقتي التنمية البشرية. ده انت بتروح تحضر محاضرات عشان واحد يقولك تتعامل ازاي مع الاخر. ده كان من 2004. الكلام، النص اللي انا قلته لكم ده من 2400 سنة قبل الميلاد، من الأسرة الخامسة. يعني أنت متخيل، من 4400 سنة كنت بتحط قوانين اجتماعية وبتدي حكم اجتماعية علشان تقول. ولذلك أنا هسيبكم بقى بمفاجأة أخيرة قبل ما نقفل. بمناسبة العيد، إحنا عندنا نص كتبه هيرودوت، الراجل اليوناني اللي جه في الربعميات قبل الميلاد. وقال لنا ان في انواع اعياد، وان الشباب لما كان بيشوف الكبار السن ماشيين في الطرقات كان يفسح لهم الطريق. يعني راجل كبير او ست كبيرة ماشية في الشارع، الشاب يروح جاي على جنب الشارع ويروح مفسح لهم في الطريق وموسع لهم في الطريق. وما كانش الشاب يقعد والكبير واقف. وكان المصري عنده احتفاليات زي احتفالية تل بسطة. أيوة. اللي هي في الزقازيق، ودي احتفالية في محافظة الشرقية العظيمة. حكاها لنا، بيقول لنا ان الناس كانت بتركب قوارب في المية وكانوا بيصفقوا ويسقفوا وهم رايحين، وبعدين وهم معديين يعدوا قدام قرى. فبتوع القرى يطلعوا يقولوا لهم انتوا بتسقفوا وبتاع، انتوا رايحين فين؟ يروحوا رايحين المكان الفلاني عشان نحتفل بالعيد هناك. يقولوا لهم طب استنوا، يروحوا لابسين ويروحوا راكبين معاهم في المركب، قريه بعد قريه بعد قريه، المراكب دي بتتملى. وقال لنا ان الاحتفاليه بتاعه تل بسطه بتاعه الزقازيق دي كان بيحضرها 700,000 رجل وامراه، ولم يتم إحصاء الأطفال.
يعني لو انت احصيت الاطفال انت عديت المليون مستريح. وخدوا بالكم يا مصريين يا عظام يا اللي بتسمعونا، المليون وي دول انت بتتكلم في بلد ما كانتش 100 مليون و100 وحاجه مليون زينا دلوقتي. لا طبعا طبعا مستحيل. فدي تعتبر نسبه كبيره جدا من الشعب المصري يروح مكان واحد بس. لو انت بصيت دلوقتي وقارنت الاحتفالين، واحد هتلاقينا بنجري على الميه في الاعياد وفي الاجازات، تملي عندنا عاده اللجوء الى المياه. يعني لو انت قريب من النيل هتروح تمشي على الكورنيش طبعا، لو انت ماشي لو في مدينة ساحلية مثلا زي في بالضبط. قناة السويس إسماعيلية بورسعيد أو في شمال سيناء، فأنت برضو قريب من البحر. في اسكندرية نفس القصة، أو ما تروح قريب من البحر بالضبط. لو عايز تروح لو كنت في سيناء العظيمة نفس الحكاية. وتاني حاجة حكاية الشركة، حكاية أن أنت تبقى مجاميع دي، يعني لو أنت رحت حديقة الحيوان تشوف أنه مكان بيجذب واحد بس بيجذب آلاف وآلاف وآلاف في شكل مجاميع. فبرضو الحكاية دي، ولذلك يريدوت يقول لك إيه، يقول لك المصريين بيحتفلوا بالأعياد بالمواكب. برضو كلمة مواكب دي كلمة بدأت كمان عندنا تنتشر جدا. السنة اللي فاتت كان في موكبين مثلا، موكب متحف الحضارة لو تفتكروه، وموكب المومياوات الملكية هو بتاع متحف الحضارة ده، واللي هو بتاع الفسطاط، والموكب بتاع اللي كان الاحتفالية ما بين معابد الكرنك لو تفتكروا يوم 25 نوفمبر ومعبد الأقصر. فالمعابد، ودي اللي هننهي بيها، كان في أشهر معبد في مصر في وقت من الأوقات كان في منف دي اللي هي ميت رهينة. ميت رهينة دي بقى البدرشين الجميلة بقى في الجيزة جنب سقارة والحتة، كان أشهر معبد كان بتاع معبود اسمه بتح، احنا نسميه بتاح. فالمصري القديم كان بيسمي المعبد ده حت حاء تاء، خدوا بالكم بس من الحروف هنا، حت كا بتح. بتح قلنا اسم المعبود. حت حتى حت حوط، يحوط يحيط، حيطه حوط حت. كويس. كا اللي هو القرين في مصر القديم، يبقى مقر قرين بتح. خدوا بالكم، حت كا بتح. المصري اطلق على مصر كلها اسم هذا المعبد. عارف انت لما بتسمي الجزء للكل، زي مثلا انا اسكندراني، كويس، لما كنا واحنا صغننين نيجي القاهره او والدنا ووالدتنا تاخدنا القاهره نعمل فسحه، نقول ايه؟ احنا نازلين مصر. ايوه، ما نقولش احنا نازلين القاهره، لان احنا سمينا الجزء بالعام كله. في نفس الحكايه برضو المصري القديم عمل، فحيت كابتح كانت التسميه فيها كلها. لما دخلوا اليونان عندهم صعوبه في ان هم ينطقوا حت الحاء، طبعا عندهم مشكله فيها، وبتح يبقى حاء في الاول وحاء في الاخر، حيت كابتح عنده مشكله في الحاء فراح مغيرها، والكاف تحولت لجيم. فاليونان نطقوا اسم مصر حت كا بتح بالهيروغليفي، نطقوها ايجوبت لانه غير، نطقوها ايجوبت وراح ايجوبت او ايجوبت، الف يا جيم واو باء تاء، ايجوبت. طيب، وراح مزود اسم العلم في اليونانية عندهم اللي هو حرف السين، تمام، تلاقي في سين في اليونانية كده، مش كده؟ أيوة. بابلوس، كريستوس، هتلاقي است تملي. فإيجوبت أصبحت إيه؟ إيجوبتوس. إيجوبتوس زي أمن حتب، الملك الشهير أمن حتب، عندهم بقى أمنوفس، شال التاء خالص وراح حاطط السين في الآخر. فأيجوبتي لياء النسبي أو ياء النسب ياء، أيجوبتي الياء اللي في الآخر دي اسمها ياء النسب، اللي هي زي العطش جي، القهوة جي. دي بقى تركي، دي بقى جت بعدين عندنا. القهوة جي، العطش جي، صح؟ صح طبعا. فنرجع لهم، لما جم المسلمين دخلوا مصر العرب 640 ميلاديا، نطقوا كلمة أياجوبتي إلى
أياقوبتي بالقاف، خففوا الجيم خلوها قاف، يعني بقت أياقوبتي. كل ما لها اللغة كانت بتقل شوي، يعني صعوبتها بتقل وتبقى سهل أسهل. فأياقوبتي كانت التسمية المسلمة العربية 640 وطالع على مصر والمصريين، فأصبحهم أياقوبتي، إحنا بقينا أياقوبتي، المصريين بقينا أياقوبتي، أو بقينا قبطي. شوف الكلام، قبطي تخيل. فقبطي هنا بمعنى مصري أهو، في تسلسل الكلام وفي دراسة الأستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين رحمة الله عليه، طبعا طب هيروغليفي في العالم لغاية دلوقتي حتى بعد وفاته. فأصبحت بقى قبطي، مصري، مشري، مصر، مصرم، مصور، مصرو، مصريم، مجر، المحصن، المكنون، مصرو، مصر. آدي في دقيقتين تسلسل اسم من أسماء مصر من الهيروغليفية للعربية كاقتراح من الأستاذنا العظيم دكتور عبد الحليم نور الدين، قمة الهيروغليفية طبعا عندنا. نعم دكتور بسام شماع، باحث في المصريات وعضو الجمعية المصرية التاريخية، طبعا كل أسبوع بنكتسب كم معلومات غير طبيعي عن لغتنا المصرية القديمة، عن تاريخنا، عن حضارتنا، عن احتفالاتنا، وعن كمان أدبنا والاجتماعيات اللي تعلمناها من جدودنا وأسلافنا، وبعد كده أضفنا عليها مع وجود الأديان السماوية المختلفة، سواء الديانة التوراة أو الإنجيل أو الإسلام، في الثلاثة أضفنا ليها، أو يعني الحضارة المصرية وهي حضارة قائمة بذاتها أضافت وغزت كمان هذه الأديان، سواء لغويا أو اجتماعيا أو موروثيا، وما كانتش مخالفة لهذه المعتقدات السماوية كمان. يعني عايز أقول لحضرتك أخيرا في جملة واحدة، لما الغرب وقف قدام إنجازنا وإنجازاتنا القديمة، لما جه وقف، نتخيل مع بعضنا النهاردة احنا هنزور الهرم ونقف قدام هرم من أكثر من 130 هرم في مصر، وهو هرم عثمان الملك خوفو للمهندس حم إيونو. كلنا عارفين خوفو، حان الوقت ان احنا نعرف حم إيونو المصري المهندس الذي هندس وصمم هذا الهرم المعجزة. وقف قدام هذا المبنى وراحوا مسمينه جملة، وجملة دي اللي انا بقترحها على وزارة الآثار ان هم يحطوها على منطقة الهرم في التخطيط الجديد اللي بيعملوه في الهرم. Engineering the impossible، هكذا وصف الغرب الهرم بتاعنا، هندسة المستحيل. تتخيل لما يبقى دول اللي بنوا ناطحات السحاب وبنوا جايين قدام هذا ال 4500 سنة مضت هذا المبنى ويطلقوا عليه هندسة المستحيل، إشارة إلى أنهم بيقفوا عاجزين أمامه، إن هم مستحيل إن إحنا نبني حاجة زي كده. دكتور بسام شماع، الباحث في المصريات وعضو الجمعية المصرية التاريخية، كل عام وحضرتك بخير. حضرتك ودايما مصر وكل المحيطين بيها بخير، وحضرتك وأسرتك وأحبابك وقرايبك وجيرانك وكل المصريين يا رب بخير إن شاء الله. آمين يا رب. اللهم آمين يا رب.